صد قاعده خرسانيه للايكونيك بيلدينج في العاصمه الاداريه. الصبغه الخرسانيه بتاعت المبنى الايكوني للعاصمه الاداريه او لاند مارك كان 18500 متر من قاعه الخرسانه، تم صدهم في 40 ساعه صد متواصله، وده اكبر عمليه صبغ خرسانه تمت في العالم خلال الصين. اكبر عمليه تمت في الصين كانت 22,000 متر مكعب، دي تاني اكبر عمليه. اول عمليه تتعمل خلال الصين 18,500 متر مكعب، وان شاء الله ده هيكون اطول برج في افريقيا 385 متر. ان شاء الله هيكون العلامه المميزه للعاصمه الاداريه. بناء على حضراتكم طبعا السادة الضيوف ان هم لو اتاحوا تحليل الوقت يشوفوا ويزوروا ما يتم انجازه على الارض سواء في العاصمه الاداريه او في مدينه العلمين. واحنا امبارح كنا بنبتدي ان شاء الله هنبلش مدينه جديده هنبتدي فيها ان شاء الله، وهي مدينه رشيد الجديده. مشروعات التنميه اعتقد في جمهوريه مصر العربيه في الفتره الحاليه لن ولا تتوقف، واشكر حضراتكم جدا من الاستماع.